مي باردي، انتي اخترتي. لو خيروك مرحبا كيف كان اليوم معكم جنى، اليوم جنكم في تحدي جديد. قبل ما نبلش لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسوا كل يوم تطف دوتي ويلا نبلش هلا. لو خيروك انا كتير متحمسة، انتو كمان متحمسين؟ مرحبا كيفكم، اليوم رح نعمل فيديو جديد مع جنى والتحدي هو لو خيروك. ويلا رح نبلش باول جولة. يلا يا جنى متحمسة؟ متحمسة. خايفة؟ خايفة شوي. طيب يلا بلش باول جولة. لو خيروك يا جنى تاكلي فلفل او كاتشب، شو بتختاري؟ كاتشب. اوكي اختارت جنى انها تاكل كاتشب. يلا يلا يا جنى لو خيروكي تاكلي بصل او زيت شو بتختاري؟ زيت. اوكي يلا هيو الزيت، بتشيلي معلقة زيت وتاكليها. يلا تفضلي. اوكي رح اشيل بدون غش. ها يلا بكفي عادي، مهم طبقتي التحدي. الجولة الثالثة. يلا الجولة الثالثة يا جنى لو خيروك تاكلي موز او تتصلي على بابا شو بتختاري؟ اتصل على بابا. اوكي يلا اتصلي على بابا. وهلا تنفيذ التحدي الثالث، طبعا ابو جنى مسافر وراح تتصل عليه زوم. يلا يا جنى اتصل علي. بابا انا بحبك. بابا انا بحبك. شكرا جزاك الله خير، احبك الله. الجولة الرابعة. الجولة الرابعة لو خيروك يا جنى ترسمي او تطلعي على البرندة وتقولي انا حلوة، شو بتختاري؟ ارسم. اوكي. طيب. تفضلي. يلا ارسمي لنا رسمة حلوة. اوكي رح ارسم. خلصت. حلو كتير. يلا الجولة الخامسة
والأخيرة. يلا لو خيروك يا جنى تاكلي بيضة ني أو أكب عليك كاسة مي باردة، شو بتختاري؟ أكب علي كاسة مي. فيز التحدي الخامس. يلا مي باردة أنت اخترتي. السلامي.